أجلهم وأقدرهم نعم ولا أحمل لهم في نفسي إلا كل احترام وتقدير، لكن الانتخابات تبي يعني الإنسان يعمل لأن يصل. وأنا الحقيقة يعني من خلال مشاورتي لأبناء الدائرة ومشاورتي لذوي القربة من أبناء العمومة في قبيلة العوازم، رأيت بأن يعني الحقيقة أنهم يرون بأن أنت يعني الآن في دائرة ومقبول فيها، وممكن تنزل بعد مشاورة أبناء القبيلة، وإذا كان هناك يعني لك تنزل علاقات كمستقل يعني كمستقل، وإذا كان لك علاقات مع جمعية الإصلاح أو جمعية إحياء التراث أو جمعية نعم. أخرى، فالانتخابات يعني قادمة فممكن هم يدعمونك في الانتخابات، لكن الإعلان تحت أي مظلة رأوا يعني أني أنا أنزل مستقل. فأنا يعني بعد المشاورة وبعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى قررنا النزول للانتخابات مستقلين، والحمد لله حصلنا على المركز الأول في الدائرة، والفضل لله سبحانه وتعالى ما شاء لمن الله. ثم لأهل الكويت جميعا وأبناء العمومة الذين شاورتهم وأخذت برأيهم وأبناء الدائرة. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون إن شاء الله يعني أعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والآن أنا في مجلس الأمة تعاون مع الحركة الدستورية، تعاون مع التكتل إخواني في التنمية والإصلاح، تعاون مع كل نائب مع الإخوان في مجلس الأمة من جميع الطوائف من جميع التيارات لما هو في مصلحة الكويت ومصلحة الشعب الكويتي والحفاظ على أمواله والحفاظ على يعني المكتسبات الموجودة. واليوم أنا أمثل الجميع. صحيح. أي نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم، سنكمل مسيرتك كيعني نائب في مجلس الأمة أبو سعود، بس ناخذ فاصل قصير تسمح لنا. حياك الله. الله يسلمك. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير. رجعنا اليكم مشاهدينا الكرام من جديد، حياك الله ابو سعود من يا جديد. يا هلا ابو محمد، حياك الله. سلام. ابو سعود، يعني ذكرت قبل الفاصل بانك نزلت مستقل، ورغم يعني ما شاء الله الفتره الطويله جدا اللي عملت مع جمعيه الاصلاح الاجتماعي في اللجان الخيريه. نعم. انا الان السؤال يطرح نفسه، لماذا يعني كثير من نواب القبائل بالذات يعني يطرح نفسه كمستقل، رغم انه يعني قد يكون لديه يعني انتماء فكري وينتمي الى تيار فكري إسلامي؟ هل هناك يعني عدم قبول من القبائل للتيارات يعني الإسلامية سواء أو السياسية أو الليبرالية في مجتمعنا الكويتي؟ والله أبو محمد أنا ما أدري، أشوفك مركز على الحركة الدستورية. أي نعم. أنا أقول لك، أنا الحقيقة يعني أساس أثبت لك بأن أتكلم على أبناء قبيلة العوازم مثلا، أنا الآن يعني منضم إلى كتلة نعم التنمية والإصلاح، وفيها الدكتور جمعان من الحركة الدستورية. صحيح. ليش القبيلة يعني ما رفضوا وقالوا ليش تروح؟ هم ما عندهم، لكن في بداية الأمر، في بداية الأمر يعني خلني أكون أنا واضح، يعني في الدائرة الخامسة العوازم تقريبا ثلث الدائرة. صحيح. زين، وأنا يعني ابن القبيلة ويعرفوني جيدا، يعني يعرفون يعني طبعي ويعرفون أبنائهم كلهم يعني. فقالوا إحنا يعني خلينا إحنا يعني نكون الدافع لك. نعم. حتى تعمل لمصلحة البلد. ليش أنت الآن تعلن بأنك أنت مع تيار معين ولا أنت تحت مظلة تيار معين وإحنا ثلث الدائرة؟ نعم. إحنا اللي إذا اخترناك نجحت، بعدين إذا لك علاقات مع أحد خلي يعطونك. أنا الآن أعلنت في بداية يعني الحقيقة يعني يمكن أول سنة بأن أنا راح أنضم إلى تكتل التنمية والإصلاح. نعم. وما لقيت واحد من أبناء القبيلة أو واحد من أبناء الدائرة يقول ليش تروح مع، لا أنا كانت هذا الكلام في البداية. نعم. زين، والآن أنا أعمل مع أخواني والحمد لله الكل يعرف يعني عمل التنمية والإصلاح. نعم. الأخوة الأربعة ومن يعني يقف معنا في اقتراحاتنا والقوانين ومواقفنا مشهود لها، لم أشاهد أحد من الأخوة يقول لي والله أنت ليش تنضم مع كتلة. كان هذا الكلام في البداية. نعم. واليوم يعني العمل جماعي، وموقف الحركة الدستورية أعتقد بالذات الحركة الدستورية أنه يعني ممكن كان في مكاتب شعبية كان لهم موقف معين، يعتقد أبناء القبائل بأن يعني أبنائهم اللي كانوا مع الحركة الدستورية وقفوا ضد مصالح المواطنين، لكن اليوم الحركة الدستورية موجودين مثلهم الدكتور جمعان الحربش ونعم التمثيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع الكتل في مجلس الأمة وأن يوفقنا جميعا للعمل لمصلحة الكويت. أما أبناء القبائل متى ما عملت الجمعية الحركة الدستورية أو الحركة السلفية أو أي طائفة في مجلس الأمة عمل في مصلحة الكويت وفي مصلحة المال العام
في مصلحة أمن الكويت. أعتقد لا يمكن أن يجي واحد مواطن ويتهم كتلة أو نائب بتهم غير صحيحة إذا كان هو قائم في الواجب. أما في وقت الانتخابات مثل ما قلت لك، أنا ابن قبيلة كبيرة وهي يعني الحقيقة راسية فيها البلد، وقلت لهم حاضر والساعة المباركة، تشاورت معهم قدروني جزاهم الله خير، وأنا لن أخرج إن شاء الله الحقيقة عن مشاورتهم لأنهم أهل معروف علي، وأحترم جميع القبائل وأقدر جميع القبائل، لكن لا يمنع أني أشاور أبناء العمومة ذوي القربة وأسمع منهم، وإذا رأيت الغالبية يبون رأي معين لا يغضب الله سبحانه وتعالى وليس في ضد مصلحة الكويت لن أتراجع في سماع يعني الحقيقة رأيهم. ونعتقد أن يعني أبناء الكويت تاريخهم معروف، هذه القبيلة يعني لها مواقف طيبة مباركة في الكويت، ولم تعمل يوم إلا في مصلحة البلد وتحافظ دائما على المصلحة العامة. وأعتقد رأيهم إن شاء الله مبروك، وقبلها الجميع لما اختارونا وعطونا أهل الدائرة جزاهم الله خير مع أبناء القبيلة، وحصلنا على 17,000 صوت أكرمهم الله جزاهم الله خير، وإن شاء الله أن يكون قد الأمانة، وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمصلحة البلد ولرد الجميل، وهذه أمانة وإحنا على هذا الخط إن شاء الله بإذن الله. طيب أبو سعود، يعني كأني استشعر من كلامك يعني لما ذكرت أن الحركة الدستورية بعض القرارات الشعبية، هل يعني ذلك أن النائب الآن في مجلس الأمة يعني لا يستطيع أن يصطدم مع القرارات الشعبية بصراحة أبو سعود؟ لا، مو كل القرارات، إذا في مكاسب للشعب الكويتي طبعا المواطن. طيب عفوا أبو سعود، إذا كان مكاسب للشعب الكويتي لكن قد يعني تؤثر مثلا على الميزانية أو على الدولة أو على مستقبل الأجيال القادمة؟ والله أنا أعتقد إذا في يعني قرارات تقلل من المكاسب الموجودة الشعب الكويتي ما راح يقبلها. والحقيقة يعني في الحركة الدستورية أعتقد حتى موضوع المصفاة الرابعة والداو كيميكال اللي الآن يعني قبل فترة قامت الكويت على بكرة أبيها على حركة دستورية، مع العلم أن ولا أنا قررها المصفاة الرابعة، لأن مع العلم أن الحكومة موافقة عليها، والوزير الإعلام مع احترامي وتقديري له من الناس من الخامات النظيفة اللي اليوم يجرجر مع بعض الوزراء في مجلس الأمة للتحقيق، وتوضح الأمور بعد فترة بأن يعني قراراتهم كانت صحيحة، واليوم الحكومة رجعت إلى يعني مشروع المصفاة الرابعة وسيقر في مجلس الأمة، ودو كيميكال الآن في السعودية تعمل بنجاح، لكن قدر الله أن يعني تنقلب الطاولة على من خلافات سياسية كانت، وهذه خلافات سياسية والأمر طبيعي في السياسة، لكن إذا في الفترة القادمة أقرت المصفاة الرابعة فلتراجع الحكومة سياستها وضرب التيارات الموجودة، وهذا اليوم كانت الطاولة مقلوبة على حركة دستورية، بعد ذلك جت على الحركة السلفية، واليوم المتضامنين مع الحكومة طائفة أخرى أو مجموعة أخرى ونواب آخرين وتيار جديد. هذه السياسة ما هي غريبة على لا يوجد صديق دائم. اي نعم، ما في صديق دائم. طيب أبو سعود، أنت دخلت انتخابات في 2009، يعني من بدايات دخولك الانتخابات واضح كان توجهك دائما مخالف للحكومة أو معارض للحكومة، واتجهت إلى الانضمام إلى كتلة التنمية والإصلاح. شو اللي خلاك أبو سعود، شو معنى يعني هذه الكتلة بالذات انضميت لها؟ الضم طبعا واضح يعني يجمعكم الفكر الإسلامي والتوجه الإسلامي. والله الحقيقة أنا سبحان الله يعني صحيح أنها كلمة دارجة معارض للحكومة، أنا أعتقد أن احنا مناصحين للحكومة، مناصحين يعني للحكومة. ما في استجواب ولا في لجنة تحقيق إلا وكان قبلها أسئلة وكان فيها قبلها نصح للوزراء وكذا، لكن إذا كانت الحكومة مريضة أو منقمسة بالفساد، زين، هل يعقل أن يسمى النائب اللي قاعد يكشف الفساد في المال العام وفي توزيع المناصب كمكافآت لمن يقف مع الحكومة وتوزيع المال العام في كل جهة وتضييع البلد على مصلحة أشخاص أو مصلحة رئيس حكومة، هل يعتبر من يعني كشف هذه الأمور من خلال سؤال أو من خلال لجنة تحقيق لا يؤخذ فيها؟ نحن نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على تقارير ديوان المحاسبة، وبعض الاستجوابات فيها أحكام قضائية. الآن آخر مشروع وقف البابطين، لما طرح الموضوع كمحور الرجل جزاه الله خير العم عبد العزيز البابطين سعود البابطين حضر وسلم المشروع لسمو الأمير حفظه الله، لأنه يعتقد بأن لا يمكن أن يطرح اسمه إذا كان فيه هناك أخطاء في طريقة تسليم هذه الأرض إلى وقف البابطين،
وهذا احنا نقول كثر الله خيرك وبارك الله في مالك. اليوم الوقف حسب معلوماتنا انه سيرحل الى إدارة الوقف في وزارة الأوقاف، وهذا مكانه الطبيعي. نعم. وإحنا نكشف أمور إذا كان في هذه الاستجوابات خطأ، لماذا يرحل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية واللجنة التشريعية، وهذا وزير يهرب ويستقيل، وهذا وزير يساند ويصل إلى ضغط على النواب بشتى أنواع الضغط المعروفة عند الشعب الكويتي، ويطلع ب 23 ولا 22 نائب. 22 نائب أليس رسالة واضحة بأن هذا الوزير لا يصلح لإدارة هذه الوزارة أو لا يصلح إدارة المال؟ إذا كان النائب ليدافع عن المال العام ويدافع عن كيان البلد ويكشف المد الخارجي اللي قاعد يلعب في البلد بالداخل، إذا كان هذا النائب يعتبر معارض في نظر الشعب الكويتي أو في نظر الحكومة طبعا لأن مصالحها تجبرها تسمي معارض، إذا كان هذا معارض فنعمل معارضة قول الحق. إحنا أقسمنا بالله أن نحافظ على الكويت وعلى أموالها، وأن نحترم ولي الأمر، وأن نصون البلد، وأن لا نتخاذل مع من يعبث في البلد سواء في المال العام أو في مصالح المواطنين أو في أرزاقهم أو في مناصبهم. وإحنا على هذا الخط، ونجزم بأن هذا الخط هو الخط الصحيح، وإلا لماذا استقالت الحكومة، ولماذا يعني استقال وزير الداخلية؟ لماذا خرج وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله؟ احنا نسأل الشعب الكويتي لماذا كانت يعني هذه الاستجوابات لها تأثير غير مباشر؟ ولو ان النواب كل بر في قسمه لانتهت المشاكل وصح الوضع في البلد، واصبحنا يعني مجلس وحكومة متكاتفين، واشتغلت التنمية لا زالت معطلة، المال العام يسلب، المراكز القيادية في الدولة توزع حسب المواقف، الكتل اليوم مع رئيس الوزراء أو ضد رئيس الوزراء، وقدا ترضى بمصالح خاصة ضيقة ويتحولون مع رئيس الوزراء. أنا أسأل الشعب الكويتي إذا كنا إحنا معارضين، الانتخابات قادمة وليس بعيدة، والشعب الكويتي راح يميز من هو يصلح لقيادة لجنة المجلس التشريعي، فمن هو في مصلحة الكويت فليقدمونه، وإذا كنا احنا مؤزمين واحنا اللي عطلنا التنمية فليختارون من يرون لهذه المناصب. نعم، انت ذكرت ابو سعود موضوع توزيع المناصب، يعني الفترة الأخيرة كان هناك تعيينات في المناصب القيادية، والشيء الغريب وكثير من الشعب الكويت بدأ يتساءل، كتلة برلمانية يمكن أعدادها قليلة جدا حصدت تقريبا نصيب الأسد في يعني التعيينات اللي حصلت في المناصب القيادية، وهنا يعني خلينا نكون واضحين، يمكن كتلة العمل الوطني أو بعض النواب المنضمين إلى العمل الوطني هم من يعني كسب الكثير من التعيينات. وهنا السؤال يطرح نفسه، شنو الصفقة اللي ممكن الحكومة تعقدها مع كتلة عدد نوابها قليل جدا في مجلس الأمة؟ والله أخوي أبو محمد، أنا أعتقد الشعب الكويتي شعب متفتح وعارف. أنا أسأل الشعب الكويتي، هل يعقل بأن يعني التحالف الوطني قبل فترة بسيطة صوتوا بأن لا يمكن التعاون مع رئيس الوزراء؟ نعم. السؤال الآن، شو اللي غير الحال إلى إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء؟ هل البلد انتعشت من باب التنمية، أو البلد صار فيها تطور جديد؟ زين، أنا أسأل الشعب الكويتي، شو اللي خلى التحالف الوطني ينقلب رأسا على عقب إلى الامتناع وكتلة العمل الوطني تقصد؟ نعم، العمل الوطني. نعم. إلى الوقوف مع رئيس الوزراء، الامتناع ثم التدرج إلى أن يصوتون مع رئيس الوزراء. نعم. الآن بعد هذا الاستجواب خرج علينا يعني في الساحة عدة قرارات ومناصب أغلبها للتحالف الوطني. صحيح. فالشعب الكويتي هو اللي يحكم. نعم، صفقة حكومية. نعم، المصالح المصالح الضيقة اللي قاعد الآن يعني ضيع البلد لمصالح أشخاص معينين. أما نحن إذا سمينا معارضة، فإذا كان هناك مصالح تخصنا فليذكرها الشعب الكويتي أو يذكرها أي نائب. أما يعني رمي الإشاعات بدون دليل، إحنا نسأل لماذا انتقل يعني تحول التحالف الوطني من معارض أشد المعارضة إلى أن الآن متحالف مع الحكومة. اسألوا ما هي المناصب اللي حصل عليها من التحالف الوطني. إذا كان هذا في مصلحة الكويت والتحالف في مصلحة البلد،
احنا نقول الله يوفقهم، لكن ان يظلم مواطنين كم